النهارده كان حدث مهم جدا، هو المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم، واللي تم الاعلان فيه عن تطبيق تقنيه الفار بشكل رسمي في مصر اخيرا، بدايه من مباراه اليوم، مباراه انبي وطلائع الجيش، وهي مباراه اتقدمت من الاسبوع ال 19 عشان ظروف فريق انبي انه عنده مباراه اخرى مؤجله مع النادي الاهلي بعد ايام قليله، فبالتالي عشان يبقى في اريحيه نسبيا لفريق انبي قبل مباراه الاهلي. ففي كل الاحوال يعني الاهم ان خلاص تم الاعلان عن تطبيق تقنيه الفار من خلال السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا كنا انتقدنا الناس دي كتير جدا في الحقيقه بخصوص تقنيه الفار، ولو تفتكروا حركه اول نادي طلب الموضوع ده هو كان النادي الاهلي الموسم اللي فات، اللي حصل فيه مشاكل كتير جدا وظلم تحكيمي كبير جدا جدا، مش بس النادي الاهلي، لمختلف الانديه في الدوري المصري، لان المستويات ما كانتش على المستوى او ما كانتش على ما يرام في الحقيقه بالنسبه لحكام الكره المصريه يعني او الدوري المصري تحديدا. فالاهلي طلب الكلام ده واشتغل على الموضوع ده من زمان، بعد كده اكتر من نادي طلبه. انتقدنا الناس في اتحاد الكره، لكن في الاخر لازم يشيد بيهم بعد تنفيذ التقنيه بشكل كامل في وقت قياسي كبير، يعني الموضوع كان المفروض ياخد وقت اكتر من كده، لكن الاهم التقنيه طبقت بشكل رسمي في مصر في مباراه تجرى في هذه اللحظات ما بين انبي وطلائع الجيش. انا عايز افكر حضراتكم بس بحلقه يوم 12 فبراير، وكنا اكدنا لحضراتكم ان الفار هيطبق من بدايه من الدور الثاني في ظل تكهنات عديده في هذا التوقيت، الناس كلها كانت بتقول ان الفار هيطبق مع نهايه الدور الثاني او من بدايه الموسم الجديد لان الوقت ضيق وفي ترتيبات كتير جدا لازم تتعمل، لكن كانت المعلومه اللي عندنا وكانت مؤكده في التوقيت ده ان كل الامور اللي تتعلق بتطبيق التقنيه تم الانتهاء منها وكل العقود وقعت بشكل رسمي، بالتالي اكدنا لحضراتكم ان التقنيه هتطبق بدايه من الدور الثاني. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع. يلا جزئية مهمة جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نختم مع الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير. الجزئية المهمة بتتعلق بايه؟ بتتعلق بالكلام اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم في بداية الحلقة وتأخر اتحاد الكرة في الاعلان عن تطبيق تقنية الفار بشكل رسمي. المعلومة اللي عندنا من الاخر كده ان امبارح تم توقيع عقود تنفيذ تقنية الفار في مصر بشكل رسمي، يعني اتحاد الكرة لو عايز بكرة ينفذ تقنية الفار هينفذها. يبقى السؤال هنا ليه اتحاد الكرة ما بيعلنش؟ ليه رئيس لجنة الحكام بيطلع يقول تصريحات اللي هو ايه ادعي لنا وربنا يسهل وما تقطعش؟ ده السؤال هنا، ليه الامور ماشيه في الاتجاه ده رغم ان خلاص الموضوع المفروض بشكل رسمي في 18 حكم اتحاد الكره حصل على الرخصه الخاصه بيهم، ناقص 50 حكم خلال 10 ايام هياخدوا الرخصه، يعني المفروض من بدايه الدور الثاني بشكل رسمي احنا بنقول لحضراتكم وعلى عهده برنامج كلام في الميديا بشكل رسمي المفروض ان الفار يطبق بدايه من الدور الثاني. تاخر اعلان اتحاد الكره عن الجزئيه دي غريب بالنسبه لي، وده اللي خلى الواحد في بدايه الحلقه بينتقد الناس، يعني ليه بتتاخروا في الاعلان؟ ليه بتقول ما تقلقش؟ ليه بتقول ربنا يسهل؟ كل حاجه طبعا تسهيلات المولى عز وجل. ليه بتقول ما تقطعش؟ خلي تصريحاتك صريحه على طول، هات لنا المعلومه من الاخر. المعلومه اللي عندنا بناكد لحضراتكم الفار من الدور الثاني، لو ما تطبقش الفار في الدور الثاني هيبقى اتحاد الكره هو اللي عايز كده، هو اللي مش عايز يطبقه، لكن كل الاجراءات انتهت بشكل رسمي امبارح بشكل رسمي. تعليق حضرتك سريعا يا استاذ لطفي. لا هو ما اعتقدش انه هيطبق كمان من الدور الثاني. تمام. هو ممكن يجربوا الفار في اخر في الاسابيع الاخيره من الدور. متحمس قوي في الفيديو يا امير، متحمس قوي. في كل الاحوال يعني هي التصريحات كانت غريبه في التوقيت ده، الناس كلها بتتكلم او رئيس لجنه الحكام تحديدا قال لك ايه؟ قال لك يعني ان شاء الله ربنا يسهل الفار، يعني ادعوا لنا قولوا يا رب كلام، يعني ما كانش في تصريحات مؤكده او اعلان بشكل مؤكد، يعني لازم الامور دي تبقى موجوده متوفره. يعني الميعاد معروف وخلاص، اطلع اعلن بدل ما يبقى كلام كتير. كنا كل يوم بنتكلم الفار هيطبق ولا مش هيطبق، نسال ضيوفنا يا جماعه الفار هيطبق ولا مش هيطبق. المعلومه كانت موجوده زي ما قلنا لحضراتكم، لكن في كل الاحوال اتحاد الكره ما كانش بيعلن وكان في تعتيم كبير جدا على الجزئيه دي، انا مش عارف ايه السبب في الحقيقه، لكن المهم